الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله
الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أإذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة الله سمع الله لمن حمده الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طوى فقل هل لك إلى وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى الله سمع الله لمن حمده سمع الله لمن حمده الله 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 أكبر الله Thank you.
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. جزاكم الله خير. نذكر على موضوع أهمية الكمامات إخواني أثناء الصلاة، لا أحد ينزلها عن أنفه، جزاكم الله خير. الأمر الثاني كذلك، الإخوان يعني يشتكون من بعض الإخوة يضعون سجادتهم من المغرب ويرجعون إلى العشاء. خذ سجادتك بعد صلاة المغرب، ثم بعد ذلك إذا أتيت لصلاة العشاء والتراويح فأتي بها وين ما حصلت مكان صلي به، حتى لا تظلم غيرك في هذا الموضوع. بارك الله فيكم وجزاكم الله خير على حرصكم. صلاة التراويح الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرى للمتقين الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون وهذا ذكر مبارك أنزلناه أفأنتم له منكرون ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين قال لقد كنتم وآباؤكم في ضلال مبين قالوا أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين قال بل ربكم رب السماوات والأرض رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلك
بعد أن تولوا مدبرين فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون الله سمع الله لمن حمده
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون. ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. قال فتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم. أف لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون. قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين. قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين.
وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين. الله سمع الله لمن حمده. الله الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم. الله سمع الله لمن حمده.
حيلة. الله السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. ذلكم فذوقوه وأن للكافرين عذاب النار. يا أيها الذين يا أيها الذين آمنوا إذا
زحفا فلا تولوهم الأدبار ومن يولهم دبره يومئذ إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. الله سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا إن الله سميع عليم. ذلكم وأن الله موهن كيد الكافرين. إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح وإن تنتهوا فهو خير لكم وإن تعودوا نعد ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت وأن الله مع المؤمنين. الله سمع الله لمن حمده. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. صلاة الشفيع والخفاف كمان. الله أكبر.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله سمع الله لمن حمده الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد الله سمع الله لمن حمده الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس الله سمع الله لمن حمده اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك اللهم لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قدرت وقضيت
فإنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت، ولك الحمد على ما قضيت. أستغفرك يا ربنا من جميع الذنوب والمعاصي ونتوب إليك، لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم اغفر لنا جميع ذنوبنا صغيرها وكبيرها، جلها ودقيقها، عظيمها وحقيرها، سرها وعلانيتها، وكل ذلك عندنا. اللهم اغفر لنا الذنوب التي تمنع الدعاء، واغفر لنا الذنوب التي تقطع الرجاء، واغفر لنا الذنوب التي تمنع القطع من السماء، واغفر لنا الذنوب التي تمنع رزقنا. اللهم يا فارج الهم ويا منفس الكرب ويا قاضي الدين، فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين من المؤمنين، وفي الدين عن المدينين، واقض حوائجنا وحوائج السائلين. اللهم لا تنسنا ذكرك ولا تهتك عنا سترك، واعف عنا وعافنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم اجعلنا من عتقائك من النار، اللهم اجعلنا ممن تعتق رقابهم في كل ليلة من النار، اجعلنا من المرحومين، اجعلنا من المقبولين، اجعلنا من الفائزين. اللهم اجعل أفرح أيامنا يوم أن نلقاك، واجعل أسعد أيامنا يوم أن نلقاك. اللهم اغفر لوالدينا وارحمهما كما ربونا صغارا، جازهم بالإحسان إحسانا، وبالسيئات عفوا وغفرانا. اللهم إنا نسألك أن تشفي مرضى المسلمين، وأن تعافي مبتلى المؤمنين. اللهم اجعل هذا البلد أمنا وأمانا، وسائر بلاد المسلمين. وفق اللهم ولي أمرنا بتوفيقك، وارعاه برعايتك. اللهم ألبسه ثوب الصحة والعافية، هو ولي عهده الأمين يا ذا الجلال والإكرام. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الله أكبر. الله الله أكبر. الله السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله.